ترسيخ مظاهر التغافل والتزاور وصل الأرحام في عيد الفطر المباركة، وجاليتنا بالمهجر تحيي عيدها بالحنين إلى الوطن. استجابة واسعة للتجار التزاما بنظام المداومة، ووزير التجارة يؤكد العودة الطبيعية للنشاط التجاري ابتداء من اليوم. في إطار عملية الإسكان الكبرى، توزيع أزيد من 4000 وحدة سكنية بتيارت وعين صالح، وقرارات استفادة من قطع أرضية ببسكرة. مشاهدينا في كل مكان، سعيدكم وأهلا بكم معنا إلى النشرة الليلية، ونستهلها بأجواء ثاني أيام العيد الذي تطبعه مظاهر التغافل والتزاور وترتسم فيه صور الفرحة والبهجة عبر مختلف مناطق الوطن. من قسنطينة طارق حاجي. يعد العيد محطة يغتنمها القسنطينيون كل موسم للترفع وإلقاء الضغائن من القلوب، تصفية وتنقية لها من كل ما ترصب بها طوال أيام العام، وهو جوهر العيد في كل سنة. لهذا يسارع القسنطينيون خلال أيام العيد إلى فتح صفحة جديدة للتسامح وزرع المحبة. ندعي وإن شاء الله الأمة الإسلامية والجزائريين نتسامحوا والرحمة ونغافروا ونمشيوا لبعضنا. لازم يتسامحوا، العيد عيد ولا غير تتسامح، الناس تزور بعضها، وما ملي كان يقول ما ولا عنده مشكل مع صاحبه يتلاح ليه هو الاول باه يطلب منه السماح، ويعني مليحه العيد مناسبه، يعني كاين حتى اللي تكون بينه خصومه هك يستنى حتى نهار العيد هكا يلقاها فرصه باه يتشجع يروح يطلب السماح من صاحبه. انا واحد من الناس اللي تزعفت معاه في الشهر رمضان كامل، جاو غفروا لي، وانا ثاني جيت سامحنا مع بعض. من جهتها جاليتنا الوطنية بالمهجر استحضرت أجواء عيد الفطر المبارك وأبعاده، فبفرنسا مشاهد التغافل والتآخي والتضامن كانت العلامة البارزة وسط جاليتنا والتي تعكس الحنين إلى الوطن الأمة والتمسك بالعادات والتقاليد. بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتمنى عيد سعيد لجميع الجالية الإسلامية المتواجدة بليون بفرنسا، وخاصة الجالية الجزائرية، كما نتمنى عيد سعيد مبارك لإخواننا الجزائريين. إخواني المسلمين والعرب في كل بقاع العالم، نهنئكم بعيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا باليمن والبركة. الصحة والسلامة إن شاء الله وطول العمر والمسلمين اجمعين، كيف اجمعين الجزائر. عيدكم مبروك à tous les musulmans du monde entier et à vous et à la mosquée à tout le monde. ان شاء الله عيدكم مبروك. جدير بون فيت، عيدكم مبروك تو مارسي ليطوال لانجيريا توس. نتمنى لكل الشعب الجزائري عيد سعيد ان شاء الله. ربي يعيدوا علينا بالهنا والصحه ان شاء الله. ربي يعجلنا ان شاء الله صيام مقبول وذنب المغفور. تجاوب واسع للتجار على المستوى الوطني لنظام المداومة المعمول به خلال أيام العيد، هو ما أبرزه وزير التجارة سعيد جلاب لدى تفقده لبرنامج المداومة على مستوى العاصمة، مذكرا بالإمكانات المادية والبشرية التي سخرتها الوزارة بالتعاون مع السلطات المحلية قصد تلبية احتياجات المواطن. نادية سلطاني. أغلبية التجار المعنيين بالمداومة بالعاصمة التزموا بها خلال اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك. وزير التجارة سعيد جلاب خلال زيارته لبعض المحلات والمخابز أكد على مضاعفة المجهودات المبذولة هذه السنة ضمانا لتلبية احتياجات المستهلك. العام هذا زدنا في نسبة المداومة ب 40%، اي ان عام اللي فات كنا في واحد 23000 تاجر، هذا العام رانا في تقريبا 50000 تاجر. من بين 50000 تاجر على المستوى الوطني كاين واحد 5000 مخبزه. شفنا بان ما كانش اي خلل
في التموين المواطن الجزائري في خلال هذا اليومين تاع العيد. خصني الخبز. ولقيت؟ لقيت كاين. لقيت الخبز شريته وانا حال الدار. شرينا الاغراض تاعنا بكل سهوله وكل المحلات مفتوحين والحمد لله. فتحنا من الصباح من 4 تاع الصباح وانا نبيعوا نورمال. جاونا على فونس قالوا لنا فتحوا في العيد، ديروا مداومه في العيد، وحنا طبقناها. في حين بعض المواطنين الذين التقيناهم عبروا عن استيائهم من بعض أصحاب المحلات المغلقة بأحيائهم، وإن كان هذا لا يعني عدم التزامهم بالمداومة. مغلوقين ما كان حاجة مفتوحة. أنا واحد دائما خرجت باش نفطر، ما كاش ونفطر كاع. الخبز ما كاش، الغازوت ما كاش، حوانت كاع مغلوقين، كلش مغلوق. هي ما قدرش نحلو كل حي في بولونجي، حنا لي ريكيزيسيوني نورمالمون أو نيفو دو لابيسي هي أون ليست. تقول لي الاخر المواطن خص دوك نتعلموا ثاني في ثقافه مع المواطن، مع الربط بالمواطن بالبلديه تاعو. البلديه يلقى كل المتاجر والمخابز اللي مفتوحه ولي زادريس تاعهم. دونك لي كارتي اللي ما عندهمش لي بولونجري اساسا جبنا لهم لي دونك لي بوين موبيل دو بولونجري. دونك هادو زياده درناها زياده بارابور ليكيزيسيون. لو بلوز امبورطون سي دومان، باسكو ا بارتي دومان يا لا ريبريز تاع لو ريست اللي ما داروش لا ريكيزيسيون. Donc, ils vont reprendre demain. Le nouveau dispositif qu'on a mis en place, c'est que la reprise des commerçants, des boulangeries, le reste des boulangeries, les boulangeries de Frénégard sont normal ouvertes. Donc, ils vont reprendre demain l'activité normale. Donc, il y a la nouvelle loi qui vient d'être adoptée par donc, les deux chambres. Donc, il y aura c'est les commerçants qui ne respectent pas donc, la procédure. Il y a des sanctions qui peuvent aller directement à 200 000 dinars. Donc, 20 millions, les coulmes, les khalaf. من جهة أخرى جهود اتصالية جوارية مطلوبة لإنجاح المداومة، فرغم الإعلان عن قائمة المناوبين في مقرات البلديات والإدارات يحتاج المستهلك إلى آليات فعالة تمكنه من الاطلاع على قائمة المناوبة. إذن بلغت نسبة استجابة التجار خلال يومي عيد الفطر المبارك لنظام المداومة 99% من إجمالي التجار المسخرين للعمل خلال هذه المناسبة عبر التراب الوطني. فبقسنطينة وعلى غرار باقي ولايات الوطن عكست سيرورة العمل والحركية في شوارع المدينة مدى استجابة التجار لنظام المداومة خلال أيام عيد الفطر المبارك. وببشار أيضا استجابة واسعة وسط التجار لضمان التموين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع وكذا وسائل النقل، فيما التزم التجار بإليزي بنظام المداومة بنسبة كاملة وهو ما لاقى استحسان المواطنين. في إطار عملية الإسكان الكبرى التي أقرها رئيس الجمهورية وأرادها فرحة في نفوس المستفيدين التي انطلقت قبل ليلة القدر وعيد الفطر المبارك، تم بعدد من الولايات توزيع مفاتيح وقرارات استفادة والعينة من تيارت بسكرة وعين صالح. مريم ثابت سي أحمد. أزيد من 1000 وحدة سكنية سلمت لمستفيديها بولاية تيارت، عملية شملت السكنات العمومية الإيجارية وكذا السكنات الريفية. أنا فرحانة اليوم بزاف بزاف، ونشكر فخامة رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة. عندي 13 عام وأنا دافع الدوسي تاعي، والحمد لله فرج لنا ربي. رانا فرحانين فرحة لا مثيل لها، هذه أحسن ذكرى إن شاء الله. وفي إطار برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضي بتشجيع السكن الريفي، تم توزيع أزيد من 3100 قطعة أرضية موجهة للسكن بكل من المقاطعة الإدارية أولاد جلال والدوسن. كثر خير الرئيس بوتفليقة أول حاجة، وكثر خير المسؤولين تاع أولاد جلال. اليوم رانا استفدنا بالقطاع الأراضي ودخلت علينا الفرحة بمن هذه المناسبة. المقاطعة الإدارية عين صالح شهدت توزيع أزيد من 360 مسكنا عموميا إيجاريا، إضافة إلى ما يفوق عن 165 إعانة للبناء الريفي. نشكر رئيس الجمهورية ونشكر عبد العزيز بوتفليقة، ونشكر على هذا الشيء اللي درته لنا وهذا الشيء اللي قدمته لنا. الحمد لله رب العالمين، استفدنا من السكن الاجتماعي بعد طول انتظار مدة 8 سنوات. وتجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، سيتم توزيع عدة وحدات سكنية بمختلف الصيغ خلال السنة الجارية.
دوليا وفي ليبيا ارتفعت حصيلة اشتباكات شهدتها منطقة هلال النفطي بين قوات الجيش وجماعات مسلحة إلى 34 قتيلة. هذا وفرضت المؤسسة الوطنية للنفط في البلاد حالة القوة القاهرة في مينائي السدرة وراس لانوف بعد ساعات من الهجوم الذي أدانته حكومة الوفاق الوطني وبعثة الأمم المتحدة. في الصحراء الغربية استقبل الصحراويون عيد الفطر المبارك في أجواء مميزة، حيث استحضرت أسر وعائلات والمعتقلين السياسيين معاناة ذويهم في السجون المغربية مطالبة بإطلاق سراحهم. فاطمة زهراء من فرجلة. بعيدا عن الوطن وفي اللجوء يصنعون لأنفسهم عالمهم الخاص، هم أطفال صحراويون شاءت الأقدار أن تحرمهم من فرحة العيد رفقة هذه الأم التي تفتقد لابنها محمد التهليل المعتقل مع مجموعة كديميزيك والقابع في السجون المغربية. الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية والمنظمات حقوق الإنسان أمالها ما تنتظر، معناها عنها الأحكام اللي كانت عسكرية وما زالت عسكرية، محكمة معناها عنها ما تغير فيها شيء، ما تغير فيها شيء، والدلائل ما حصلت، يا غير نتيجة عنه ليش إلا توه المغرب واللي ماشي معه وتوه ماشي عليهم طالبين حق بالطلع الصراحة، معناها ما عندهم دليل. رسالة نوجهوها للعالم، نوجهوها لهذا هاك المنظمات والعالم الخارجي والداخلي والدول العربية والدول الأوروبية كل شيء عنهم يشوفوا هاو المعتقلين في السجون القمع لهاك التعذيب وهم في كل نهار وكل نهار يتأملوا عنهم الصبح ينطلسوا النهار الثاني زي ذاك حكم العسكري من عند 20 إلى مؤبد. العائلة الصحراوية بمخيمات العزة والكرامة بتندوف تحتفل بالعيد وهي تحافظ على هويتها الصحراوية، فيما تسهر أعين الإعلام الصحراوي على نقل الانتهاكات المغربية ضد المدونين والصحفيين الصحراويين وسط التعتيم الإعلامي. دائما تنقصنا عنا خاصة نعودوا فوق أرضنا حرين مستقلين كيف الدول كاملة وعودوا ملي معانا شعبنا كامل. ان ما داموا معتقلين وسجون احنا ما منزلت احتفالاتنا ما هي تامه. الاحتلال المغربي اول ما يستهدف هو الاعلاميين في المناطق المحتله. المناطق المحتله هم اللي ساهموا في كشف الفضاعات يعني انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان، وهم اللي يعني بالصوره والصوت يحاولوا تغطيه كل الاحداث وكل الوقفات السلميه اللي تعدلها يعني جماهير ارضنا في المناطق المحتله. ندين هذه التصرفات ونطالب يعني بوقف هذا القمع الوحشي، القمع الممنهج الذي يستهدف الاعلاميين. مع كل عيد ترتفع الأصوات من أجل إطلاق سراح معتقلي مجموعة كديميزيت، فيما يبقى تنظيم استفتاء حر عادل ونزيه المطلب الأساسي. بنفرج لفاطمة الزهراء، تلفزيون جزائري، مخيمات اللاجئين الصحراويين، تندوف. ولمن فاتتهم مواعيدنا الإخبارية عناوين الإلكترونية في الخدمة تمت النشر هذه الليلة. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء بحول الله.